السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة اس دي تي في في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي درس جديد. في حلقتنا اليوم أعزائي الكرام سوف أقدم لكم طريقة جد سهلة وبسيطة جدا للغاية، الكل سوف يتمكن من تفعيلها لتشغيل سبوتيفاي، التطبيق العالمي المعروف جميع أنواع الموسيقى أو القرآن الكريم أو كل ما تريد الاستماع إليه وتجده في هذا التطبيق هنا في سبوتيفاي عزيزي المشاهد. كما تلاحظون لدينا هنا العديد والعديد من المقاطع الموسيقية الجديدة، لدينا جميع الألوان الموسيقية تلاحظون، وهنا يشاركون العديد من الثقافات. فأنا أدخل إلى سبوتيفاي وأقوم بمشاركة ألبومي الخاص من الموسيقى أو القرآن، وسوف يتمكن جميع سكان العالم من الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بي أو من الألبوم الخاص بي، سوف يتمكنون من الاستماع إليه. وهنا العديد من الأغاني الجديدة والحصرية سوف تجدوها هنا على سبوتيفاي. لتشغيل هذا التطبيق عزيزي المشاهد بهذه الخطوة البسيطة كما تلاحظون، تدخل إلى بلاي ستور وتكتب هنا، سوف تجدون الرابط في الديسكريبشن لهؤلاء التطبيقات، تكتب هنا تيونل بير، ها هو أمامكم تيونل بيرز، تقوم بتحميله من ثم تضغط على كونكت هنا وتفعيل وتختار الدولة التي تريد. فأنا مثلا لقد اخترت فرنسا، كما تلاحظون اخترت فرنسا، يمكنك اختيار أي دولة تريد، وسوف تقوم بتفعيل هذا التطبيق، تطبيق سبوتيفاي، كل 15 يوم أو كل شهر، وتقوم بإعادة نفس الطريقة. لكن كن حذرا، عليك أن تبقى دائما في نفس الدولة التي اخترتها في المرة السابقة أو المرة الأولى، وتضغط على كونكتي كما تلاحظون، هي أمامكم هنا كونكتي. فأنا الآن في المغرب كما تلاحظون، ها هو تيونيل بير في المغرب، وعندما أضغط على كونكتي سوف يذهب إلى فرنسا. سوف تلاحظون أمامكم طريقة جد سهلة أعزائي الكرام، تذهب إلى فرنسا من ثم تخرج من هنا وتذهب إلى سبوتيفاي وتقوم بتسجيل الدخول عبر الفيسبوك أو الجوجل، ومن ثم بوم سوف تشاهد وتستمع إلى جميع الألوان الموسيقية العالمية عبر العالم أو القرآن الكريم. كما تلاحظون هو أمامكم القرآن الكريم وكل شيء أعزائي الكرام، وتضغط على لكتور الياطواغ، ومبروك عليكم سبوتيفاي مفعل في بلدكم المغرب أو الجزائر أو تونس أو مصر أو جميع الدول العربية. طريقة جد سهلة للحصول على سبوتيفاي في هاتفك الذكي بعدما كان الكل ينتظر ويترقب وجود سبوتيفاي في بلدان العرب، لكن مع الأسف سبوتيفاي لن تقوم بأي محاولة لتقوم بتشغيل سبوتيفاي على الدول أو في الدول العربية. لكن إليكم هذه الطريقة السحرية والحصرية على قناة اس دي تي في، فهي طريقة جد سهلة جدا جدا. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي توصلوا بباقي حلقاتنا القادمة إن شاء الله، والضغط على زر لايك لتحفيزي لكي أقدم المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله أعزائي الكرام، peace.